فقرة تغذيتنا أهم اللي كان نعتمدوا عليها باش أننا نعرفوا بزاف ديال الأمور من خلال المختصين اللي كيمروا معنا. واليوم معنا الأستاذ والباحث محمد وحسين. صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. إذا اليوم حنا غنتكلموا على مادة غذائية اللي حتى هي من المواد الغذائية اللي زويونة وكاينة في السوق المغربية. أكيد الثمن ديالها ما عرفتوش غالي أو لا رخيص شوية، ولكن كنتمنى دائما يكون عليها قد القدرة الشرائية ديالنا كاملين. اليوم غنتكلموا على اللوبيا أو الفاصوليا الخضراء، غنشوفوا الفوائد ديالها بطبيعة الحال، كنشوفوا الكمية والكيفية، وكنشوفوا أهم ما كيميزها باش هكذا نقدروا نشجعوا الأمهات والآباء باش أنهم يدخلوها في النظام الغذائي للوليدات ديالهم. نبداو ونشوفوا لافامي ديال الفاصوليا الخضراء من أي عائلة كتنتمي. أكيد أهم ما كيميزها من خلال احتوائها على أش من فيتامينات معادن، أشنو الجديد، أشنو الغريب اللي غتعطينا اليوم. وأكيد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا دائما. رقمنا راه الإشارة 0522 36 0536، دائما على شادي فهم. تفضل لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنة دراسية جديدة اللي نتمنى المستمعين الكرام أن ندخل عليهم بكامل الصحة والعافية وطول العمر وبالأداء الجيد للوليدات إن شاء الله في الدراسة ديالهم. والبداية غنبدأ بهذا الموضوع الجديد ألا وهو الفاصوليا اللي كيلعب دور مهم جدا، وانتم غادي تشوفوا علاش كيلعب دور مهم جدا في أنه كينشط الدماغ بواحد المجموعة ديال المكونات اللي كاينة فيه. فبالتالي الأمهات والآباء كنصحهم من هذا المنبر أنهم غداو ولا بعدو يفكروا فان الفاصوليا الخضراء او اللوبيا الخضراء تدخل في الوجبات الغذائيه ديال الوليدات، خاصه مع الوقيته ديال 12 النهار، لان المفعول ديالها كيكون ايجابي خاصه بعد 6 سوايع ديال الاستعمال في البطن ديالهم. كيكون المكونات ديالها كلها دخلات الى كل المكونات ديال الذات ديال الانسان، وبالتالي لما كتكون دخلات الى كل المكونات ديال الذات ديال الانسان خاصه الدماغ واللغط ليه، غيكون الوليد بدا كيستفد من هذوك المكونات اللي دخلت عنده الذات ديالو من المكونات ديال الفاصوليا الخضراء. اذا هي كيتم يعني الغرس ديالها في البدايه ديال جويي وكتبقى معنا الى غايه اكتوبر، بمعنى ان مازال الوليدات ديالنا يستافدوا منها، مازال الناس الكبار كذلك يستافدوا منها، مازال كذلك العجزة يستافدوا منها. فالفوائد اللي كاينه فيها غتخلينا اننا نفكروا في الاستعمال ديالها وفي في الادخال ديالها في الوجبات الغذائيه اليوميه ديالنا. الفاصوليا الخضراء غنية بالفيتامينات وبالمعادن وكذلك بواحد المجموعة ديال العناصر التي تسمى بلي فاكتور دو كرواسونس. هذه كتكون غالبا ناقصة في واحد المجموعة ديال الفواكه وناقصة في واحد المجموعة ديال الخضروات، لكن الفاصوليا الخضراء عندها هذه الخاصية ديال ان فيها دي فاكتور دو كرواسونس، مؤشرة النمو. اوكي. ايوا. اذا شكون اللي خلاها تكون عندها هذه الصفة يعني المميزه في تحريك واحد المجموعه ديال الادوات والمكونات ديال الذات ديالنا؟ هو العناصر المغذيه اللي كاينه فيها. الشيء اللي اساسي وان الكميه ديال الماء فيها كثيره بزاف. مزيان. الشيء اللي كيخليك يقول لك اودي بان السعرات الحراريه ديالها غتكون ضعيفه. وي. كل ما كانت الماده الغذائيه غنيه بالماء كل ما السعرات الحراريه ديالها كتكون قليله. مزيان. والدليل على هذا هو انه لما تم يعني التحليل ديالها بين بان 100 غرام ديال الفاصوليا كتعطينا فقط 170 دوغري ديال السعرات الحراريه اللي كاينه فيها. كاين البروتينات كتقدر توصل ما بين 3 حتى 7 ديال الجرام في كل 100 غرام ديال الفاصوليا. كاين كذلك الكربوهيدرات كتبدا كذلك من 5 حتى الى دخلنا الكربوهيدرات اجمالا تقدر توصل حتى 28 غرام في 100 غرام ديال الفاصوليا. غنيه بالالياف وهذا مفيد جدا، وخاصة الألياف ديال سبيتو، الألياف ديال الفاصوليا الخضراء، ألياف اللي هي كتذوب، ولما كتذوب بمعنى انها غتلعب دور مهم في واحد المجموعه ديال الامور اللي غادي نتكلموا عليها بعد قليل. الحديد وما ادراك من الحديد والدور ديالو في الجسم ديال الانسان. الكالسيوم والبوتاسيوم هادو كلهم مواد اللي جد مهمه في سميتو في الفاصوليا.
كذلك الفيتامين سي. لما كنقول الحديد كاين في الماده الغذائيه كنقول واش كاين حداها لا فيتامين سي، واذا ما كانش حداها لا فيتامين سي كنقول خاص نزيد نشرب شي عصير اللي يكون فيه الفيتامين سي او نشرب شي ماده اللي فيها الفيتامين سي باش تخلي داك سميتو باش تخلي داك الامتصاص والفعاليه ديال يكون عنده فعاليه كبيره. وكذلك واش فيه احماض عضويه ممتاز بسيطه. نعم مازال نكملوا دائما في هذا الاطار، واكيد غنتعرفوا بشكل كبر على المكونات ديال الفاصوليا الخضراء او اللوبيا الخضراء. واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديال كل مستمعين والمستمعات. غنتعرفوا بما ان قلتي انا فيها بزاف ديال الالياف، ولكن كاين بزاف الناس اللي كتجيهم صعيبه حتى في الهضم ديالها على ود الخيوط اللي تيكونوا فيها او هاد الامور كلها، كيفاش نستهلكوها؟ هذه كلها امور غنناقشوها رفقتك دائما الاستاذ والباحث محمد حسين اللي انت متخصص في التغذيه ايضا. مرحبا بالتواصل ديال كل مستمعين والمستمعات. رقمنا راه الاشاره نذكروا به 0522 36 0536. مازال معنا ومعكم الاستاذ والباحث محمد حسين المتخصص في التغذيه. كذلك كنتكلموا اليوم على الفاصوليا الخضراء او اللوبيا الخضراء، شفنا اهم المكونات اللي فيها، شفنا غناها نسبيا فيتامين سي، كذلك الحديد، اكيد الصوديوم، سعرات قليله، نسبه كبيره بالماء. مازال مكملين في هذا الاطار ديال اللوبيا الخضراء ونشوفوا الفوائد او المكونات او التركيبه ديالها من الفيتامينات والمعادن. كملوا فيما يخص المكونات الاخرى اللي كتميز بها الفاصوليا او اللوبيا الخضراء، عندنا لا فيتامين بي 2، لا فيتامين بي 9 او لاسيد فوليك، لو مانغانيز، لو مانيزيوم. الوغ اضافه الى مكونات اخرى اللي كتخلي اللوبيا بشكل من الاشكال، اننا متخصصين في المجال ديال التغذيه ننصحوا بها جميع الانواع ديال المخلوقات خاصة الإنسانية. فالوليدات من الصغر ديالهم ممكن يبداو الأكل ديالهم اللوبيا الخضراء بداية من شهر 8 إلى آخر يوم في العمر ديالنا، نبداو ناكلوا اللوبيا الخضراء. علاش؟ حيت لما تكلمنا على المكونات والعناصر المغذية اللي كاينة فيها خلتنا أننا بالنسبة مثلا للاسيد فوليك، الوليدات ديالنا الدماغ ديالهم بغيناهم يتطور ويتكونوا، إذا كان هناك شي خلل في التركيبة ديال الخلايا الدماغية عند الولادة أو نقص هناك في تكملة البناء ديال الخلايا الدماغية، فاللوبيا الخضراء فيها مواد اللي كتساعد بشكل أو آخر في تعزيز البناء ديال الخلايا ديال الدماغ. وبالتالي كما قلت بداية من شهر ثامن ممكن اننا نوصفوا اللوبيا للوليدات ديالنا، وبهكا كنطمن كيكون عندنا هناك اطمئنان الى ان البناء الكامل ولا الكمال ديال البناء ديال الوليدات ديالنا غيكون في المستوى العالي. بالنسبه للناس للشباب كذلك في الوقيته ديال الامتحانات محتاجين التركيز يكون عالي، اذا محتاجين ان الخلايا الدماغيه تكون نقيه. وحنا غادي نجيو يعني لواحد الامر اللي هو اساسي، ان الفاصوليا الخضراء كتلعب دور في تنقيه الدوره الدمويه. بمعنى انه الا كانت الطريق ديال الدوره الدمويه كلها نقيه، العناصر المغذيه الاخرى اللي كاينه فيها مثل الاسيد فوليك غتوصل الى غايه الدماغ وغتلعب الدور ديالها في اعاده البناء وفي تنقيه وفي يعني تجديد المفعول ديال الخلايا الدماغيه، وبالتالي الاداء ديال الوليدات ديالنا غيكون فعال. الاداء ديال المدراء ديالنا، الاداء ديال يعني اخذ القرار ديالنا، الاداء ديال الوزراء ديالنا، الاداء ديال كل مكونات المجتمع ديالنا غيولي فعال. وبالتالي نتمنوا من الله سبحانه وتعالى من خلال التغيير ديالنا النمط الغذائي نوليو ناس يعني الاداء ديالهم يكون في المستوى العالي. لما كنتكلموا على اللوبيا كاين فيها مجموعه ديال الانواع، كاين اللون الاخضر، كاين اللون الاصفر، وكاين حتى اللون الاسود في اللوبيا. هذه قليله ولكن كاين بعض لي سوبر مارشي او خلاص في اوروبا موجوده بواحد الشكل كبير وكبير جدا. فهاد المكونات اللي تكلمنا عليهم كيخليونا نقولوا كيفاش يمكن ليا ناخذ اللوبيا. الوغ دابا تكلمتي قبل قليل بانه كيكون موجودين فيها الخيوط، هاد الخيوط عندهم جوج ديال التفسيرات. كاين هناك واحد النوع ديال لي فاريتي اللي اصلا هي في هذاك الخيوط، وكاين عاوتاني النوع الثاني اللي كيقول لك اودي بان العمر
لاج ديال داك ديال اللوبيا هو اللي كيكون سبب في ظهور الخيوط. فكل ما كانت اللوبيا العمر ديالها ما فايتش شهر كل ما كيكونوا دوك الخيوط ناقصين، وبالتالي ممكن ان الانسان ياخذهم ويكونوا غنيا بهذا المواد اللي تكلمنا عليهم قبل قليل، والافاده غتبان على المستوى ديال الذات ديال الانسان. اذا كناخذها طريه وكناخذها يعني شاده راسها، ما كناخذش ديك اللوبيا اللي كتكون كلها لاويه. ايه والدليل على هذا في الوقيته اللي غادي نهرسها كتهرس فاسيلمون على جوج. هاد الخاصيات هما اللي كيقولوا لي بان اللوبيا راه لوبيا طريه شاده راسها وفيها دوك العناصر المغذيه اللي تكلمنا عليهم قبل قليل، الا دخلت ليا الذات ديالي غادي نستفد منها وغادي نشوف ان الاداء ديالها غيولي جد سهل على المستوى ديال الذات ديالي. واخا بمجرد ما كناكلها كنحس بالشبع. اذا الناس اللي عندهم مشكل ديال انهم كتجيهم ديك كما كيقولوا الشهيه ديالهم كتكون مفتوحه بزاف، ممكن الى خديت اللوبيا كتعاوني على اساس ان نشبع دغيا، وبالتالي ما ناخذش كميات كبرى ديال المواد الغذائيه. وحتى الى كليت الوجبه الثانيه كتجي ثقيله انني ناخذها. وكان الناس اللي باغيين يديروا التخسيس والناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن ديالهم، الناس اللي كيشوفوا راسهم بانهم ما راضينش بداك الوضع ديال البنيه ديال الجسم ديالهم، انا الان من خلال هذا المنبر كنقول نصحهم على اساس انهم ياخذوا اللوبيا الخضر. بما اننا كنتكلموا على ان سعراتها قليله وكنتكلموا على نسبه كبيره من الماء وكنتكلموا على هذه المكونات، فهي كتليق في الريجيمات، كتليق في يعني في الاكل، ان الانسان اللي غيبغي ياخذ حتى الوجبات الخفيفه حتى هي كتليق فيها. ممتاز. هي هذا هو الاصل ديالها. عندنا لي فيبر ديالها كيشدوا بزاف ديال الماء وكيخليو الجسم انه كيحس بواحد الشبع، والهضم ديالها كيطلب شويه ديال الوقت، وهذا كيخلي ان الناس اللي عندهم مشكل ديال السمنه او زياده في الوزن يقدروا يرجعوا ليها. كتلعب دور مهم من خلال الالياف ديالها انها ما تخليش لو طو ديال السكر يدخل الدوره الدمويه بشكل عشوائي، وبالتالي بحال كتساهم في ان النسبه ديال السكري في الدوره الدمويه كيكون معتدل. هذا الاصل ديالو هو لا ناتور النوعيه ديال الالياف اللي كاينه فيها. اضافه الى ذلك هاد الالياف هي اللي كتكون سبب في ان كتعطيني الحركه الدوديه للامعاء ديالي وكتمنع الامكانيه ديال الاصابه بالقبض، وبالتالي كتنقي الجهاز الهضمي من جميع النفايات اللي كاينه فيه. شوائب. ايوه اون فوا كتنقى اوتوماتيكمون كنولي نحافظ على الجهاز الهضمي ديالي بواحد المجموعه ديال المشاكل البعديه اللي ممكن ترتب عليها امراض خطيره. مزيان. فهنا كيقول لك اودي لا كلوروفيل اللي كاينه فيها وهذوك المكونات اللي كترمي بالنفايات اللي كاينه على المستوى ديال الجهاز الهضمي كتخلي ان الاصابه ديال القولون بالامراض الخبيثه، الاصابه ديال المسترنا الرقيق بالامراض الخبيثه، الاصابه كذلك ديال المسرى ديال المعده بالامراض الخبيثه، بل اضافه الى حتى الاصابه ديال لوزوفاج ديالنا كيكون الامكانيه ديال الاصابه ديالو بهذه التوعكات ناقصه بواحد الشكل كبير وكبير جدا. مزيان. الكلوروفيل اللي كاينه فيه كيفاش يمكن لي نحافظ عليه؟ الكلوروفيل تري سونسيبل للعافيه. وي داكشي علاش مطلوب اننا بحال نديروا لها ان شوك ديال الطياب في الماء سخون بالملحه ثم كنرميه بشي حاجه بارده باش كنخلي عقده في الماء مع الثلج. ايوا كنخليها عاقده وكنخلي لا كولور ديالها باقا خضراء وكنقول لا كلوروفيل الحمد لله ما دمرتهاش بفعل الحراره. كذلك ما بين الاشياء اللي يعني عجيبه جدا اللي كاينه في اللوبيا الخضراء وهو الغنى ديالها بالحديد. وي والغنى ديالها بالحديد كيفكرني شيئا ما انه الحديد اللي موجود في السبانخ والحديد اللي موجود في البقوليات اون جينيرال والحديد اللي موجود في القرعه والحديد اللي موجود في هاد اللوبيا عندهم واحد الخاصيه هو انهم ايسون اف اي 3 بلس، واحد النوع ديال الحديد لاف اي 3 بلس، وهذا باش يتحول لاف اي 2 بلس ويدوز ليا الدوره الدمويه ويدير المفعول ديالو خصو يا اما
الفيتامين سي او لا الاحماض العضويه البسيطه، وهادو بجوج كاينين في الفاصوليا، بمعنى انك تي با ما محتاج تزيد حوايج اخرين اللي غادي هذا يحولوا لي الحديد من 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 مكان الى مكان اخر، باش الامكانيه ديال الدخول ديالو الدوره الدمويه خصها مجهود اخر. فالحمد لله كل شيء الله سبحانه وتعالى هيئه بتلقائيه في هذه الماده هذه اللي كدوز بسميتها بواحد الشكل تلقائي للدوره الدمويه. مزيان. لما كنقولوا كاين عندي الحديد وكاين عندي الفيتامين سي وكاين عندي لي زورغانيك لاسيد اورغانيك لي زاسيد اورغانيك فابل موجودين، كنقول الامكانيه ديال التخصيب كتكون ممتازه. وفي سمت واحد المجموعه ديال البرامج الغذائيه اللي كنعطيو للمراه الحامل او للمراه اللي باغا تحمل، غالبا كنقول لها دخلي الاكل ديالك دخلي الاكل ديالك في اللوبيا. وهذه اعطت نتائج مهمه جدا. الناس اللي حامل الامهات اللي حاملات والامهات اللي باغين يحملوا، وكذلك حتى الوليدات. هذاك لاسيد فوليك اللي تكلمنا عليه قبل قليل في اثناء الحمل، راه اللوبيا الام مطالبه بان تعطي اللوبيا للوليدات ديالها اثناء الحمل، وكذلك حتى بعد الحمل في الرضاعه ديالها، ومن بعد 8 شهور كذلك تعطي للوليدات ديالها الفاصوليا لما لها من هذه الفوائد اللي تكلمنا عليها قبل قليل. نعم، مازال نرجعوا وغنتكلموا على الكميه والكيفيه ايضا، كيفاش نستهلكوا هذه الماده الغذائيه، ونناقشوا نقط اخرى دائما في الموضوع ديالنا اليوم اللي اختاريناه هو يكون هو اللوبيا الخضراء. واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديال كل مستمعين ومستمعات على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536، دائما على شاده فهم. مازال معنا الاستاذ والباحث محمد احسين اللي كنتكلموا اليوم على الفوائد الغذائيه الخضراء ديالنا اللي هي الفاصوليا الخضراء او اللوبيا الخضراء. شفنا ان غيناها بزاف ديال المكونات كيخلي ان ضروري خاصها تكون في الاطباق ديالنا وفي الغداء ديالنا وفي الماكله ديالنا حتى الوليدات ديالنا. مشو دائما نكملوا في هذا الاطار، وتكلمتي حتى على الفوائد ديالها للمراه، سواء على الخصوبه سواء على التغذيه ديالها حتى في الحمل ديالها، عندها فوائد ليا كثيره. اكيد نسيت نتكلموا على صحه القلب والشرايين، ملي تكلمتي انك تنقي الاوعيه، صحه العظام والمفاصل، ملي تنتكلموا على الحديد اللي كيتثبت وغيرها من الامور. يعني كاين بزاف ديال الفوائد ديالها الجميله، ولكن كما حنا تنقولوا انا ما كنستهلكوهاش بشكل كبير، اليوم شفنا معك انا ضروري خاصنا نستهلكوها. الناس غتبغي تعرف شحال خاصها تاخذ، شحال مره في الاسبوع، ونتكلموا على الطريقه. تكلمتي قبيله على ان باش حافظوا على الكلوروفيل اللي فيها خاص ضروري داك لوشوك تيرميك ديال تكون في الماء سخون في السليق ديالها او غير، من بعد كنديروها في الماء مع الثلج باش كنحافظوا على داك لاكولور الخضر. هنا الناس غتبغي تعرف كيفاش ممكن تستهلكوها، شحال خاصنا ناخذوا منها الا جينا نشوفوا على الاسبوع او لا مره في الو. بالنسبه لواحد الوصفه اللي غنيه غنيه جدا بجميع العناصر المغذيه اللي ممكن، دونك دوبل كاسكيت شيف، دوبل كاسكيت اللي فعلا لما دار التحاليل ليها، وحنا اللي كنا وراء التحاليل لقينا بان زعما تبارك الله الوجبه غذائيه كامله اللي غيتعطى كما قلت لكم من الوليدات الصغار الى غايه واحد اللي تكون في العمر ديالو كما كيقولوا لو توب ديال 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 البالغين ديال الحاليين. فالوصفه الا درتي فيها كيلو لا روب ديال 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 اللحم الطحون او الكفته، اييه، مع كيلو ديال اللوبيا، اييه، مع كيلو ديال المطيشه الحمراء. بلاتي بلاتي عقلي على هاد المقادير، ناخذ غير منى. مرحبا منى من محمديه. منى السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك لالا، تفضلي. سلام اخت جميله، اهلا وسهلا. ربي يحفظك. كيدير الدكتور؟ اهلا وسهلا. الله يحفظكم. مبروك. الله يبارك. الله يخليك. بغيت نطرح واحد السؤال، هو خارج شويه على اطار الفاصوليا. انا دابا عندي 43 ياك 43 سنه. وي وي. بحال بداتني هذا واحد بداتني ديك البوفي دو شالور كما كنقولوا ديال سميتو. وي. فكيفي بحال ديرونجاتني مره كنحس براسي بحال الشالور طالعه، يعني السل كتحسي بها بحال طالعه سل. وي. هذيك بغيت نسال الاستاذ ديالنا اشنو يمكن ليا ناخذ غير باش نتفادى هادشي ودوز في واخا انا شفت انه زعما قبل، يعني جات قبل الوقت
مشات مي ما عندي ما ندير فهمتي حيت نعم. قلت هذه سنه الحياه يعني اشنو يمكن لي ناخذ الى جات نشوفوا على التغذيه ياك نشوفوا على التغذيه لان التغذيه اولا حتى دوك الحبوب اللي كيقول هما اباز ناتوريل مزيان بحال كان شنو ناخذ انا لان هادشي كيديرونجي شويه فهمتي ومع كتفيقي في الليل كتحسي براسك بحال البرد كاين وانت كتحسي بحال جالسه فشي يعني واحد الصهده طلعت الدماغ الصهده وي 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 هادي ربما من الحاله الطبيعيه للسيده ملي كتبغي تمشي على العاده ولكن كنقولوا الله يصبر هذا هو الاساس وي واضح امين شكرا لك شكرا لك الله يبارك فيك واخا بعيد بزاف على الموضوع بزاف ديال الامور كي حنا نشوفوا من ناحيه ديال التغذيه مع ليه نكملوا الوصفه ديالنا قلتي كيلو ديال الحمراء بزاف كيلو كيلو لا ربع ديال الكفته زعما خصنا شحال ما خصناش بزاف كيلو ديال وشحال ديال اللوبيا اللوبيا كيلو كيلو ومطيشه كيلو عرفتي مطيشه شحال دايره دابا حنا كنا جوج شحال شحال دايره شوفي لا جميله دابا حنا مشينا للمنطقه ديال التغذيه الاثمنه خليها دابا اكوطي ما تهضريش معايا الاثمنه لا باش ياكل الانسان وفهمتي وفي نفس الوقت واش نقدروا نقص دابا تعطينا التوتال ونقدروا نقصوا الكميه بيان سور يلا دابا مزيان هو دابا كنقولوا الكميه ديال العائله خمسه ديال الناس هذا الشيء غتحطوا غدير له يعني اجي نشوفوا الطريقه ديال التحضير الطريقه ديال التحضير كنشدوا الكفته وكنحاولوا اننا نبداو بها هي الاولى التوابل ديالها يا اما في شي زيت اللي عزيز على صاحب الميناج او لا كديرها مع الزبده او لا كديرها مع السمن مهم هادو كلهم هاد المكونات ديال الدهون كتلعب دور مهم جدا في انها كتجدد الخلايا ديال الامعاء الدقيقه والخلايا كذلك حتى ديال الذات اون جينيرال لحقاش لو كور ديالنا محتاج لي بروتيين ومحتاج للدهون في إعادة البناء ديال الجدار ديال الخلايا دونك كنحاول انني اول حاجه نبدا بها هو انني نتبل الكفته ديالي ونشحرها وهذا الشيء ياك نخليها هي الاولى ثم كنزيد عليها اللوبيا اللوبيا كنقطعها وهذا نقيها ما كنسلقها ما والو ما كنسلقها ما والو كنقطعها ونديرها طريفات صغار ونزيدها على الحكفته كذلك كنطيبو حتى انت كتولي مصهده مزيان أيه؟ ومن بعد عاد كنزيد عليها ديك المطيشه اللي كنكون ديجا قشرتها يا اما كطيب كتسلق في الماء باش كتسهل عليا انني نحيد القشور ديالها ثم كنقردها ونزيدها على داك الخليط وندورو مزيان ندورو مزيان ونسدو لا في البنه خص تدوق بعدا هادي باش تعرف يعني اللذه اللي كاينه فيها عاد كنجي العناصر المغذيه اللي كاينه فيها فلما كتاخذ هذه الوجبه بهذه الطريقه هذه كتلقى راسك بانك كليتي وجبه غنيه بجميع العناصر اللي محتاجهم لو كور ديالنا واخا انها مشات فوق الطياب يعني واخا طابت اللوبيا واخا طابت ولكن عندي القيمه الغذائيه ديالها عندي ان سالاد اكوطي لا دائما كتعرفي بانه في الوجبات الغذائيه لما كنتكلموا كنقولوا بان الفاكهه العصير ديال الخضره ان سالاد زائد شي حاجه سخونه هذيك شي حاجه سخونه تقدر تكون هي هذه اللي فيها بروتينات كثيره وي لان فاش كنقولوا اللوبيا بروتينات فاش كنقولوا اللحم بروتينات كنزيدوا عليها دهون هي فاش قلت لك ودي السمن وداك الشيء وكنزيد عليها مطيشه اللي غتزيد تعزز ليا القيمه الغذائيه ديال هذاك ديال ديك الوجبه وفي الوقت اللي كناخذ هذيك بوحدها طبيعه الحال كناكلها بلا خبز لان الا كليتها بالخبز البروتين زائد الدهون كيعطيوني واحد النسبه ديال السكري الا زدت عليهم الخبز غتطلع لي النسبه والا كانوا بجوج النسبه ديال السكري غتطلع بواحد الشكل كبير لهذا لما كناخذ هذا الشيء كامل بدون خبز كتشوف بان عنده قيمه زينه بالشكل اللي خصو يكون والنتيجه غيكون انه العناصر المغذيه غادي يستفد منها بواحد الشكل كبير وكبير جدا وبالتالي لما كتقول كنهضروا على المقادير شنو قلت كيلو ديال اللوبيا بالنسبه لفامي لفامي كامله الا قسمناها غادي تقدر نجيب واحد 200 غرام سميتو الواحد هذيك 200 غرام هي الكميه
الفرضية اللي ممكن أننا نعطيها للوليدات ديالنا ولينا. دونك هنا شفنا معاك الكيفية أو الطريقة المثلى بالنسبة لك هي أننا ناخدوها بهذه الوصفة هذه أو لا تخدش لادة شلادة كما فينا تتفور تصورتها شوية شنو بغيتي. أنا كنفضل تسلق عوض تفور لأن إلى تفورت كتمشي اللون ديالها واخا ولا مشى اللون ديالها كتمشي ليها الكلوروفيل اللي كاينه فيها ولا مشات لك الكلوروفيل كنقول انا ضيعت راسي في واحد الماده اللي هي اساسيه. نعم. ناخذ مكالمه اخرى. محمد من ازيلال. السلام عليكم محمد. السلام عليكم اختي جميله. اهلا وسهلا مرحبا بك. ازول دعم قران تنميت في بحر غان ولكن ولكيين مشيت هذا ازول الزربي. نعم الزربي. امين مرحبا بك السداء والتحيه للدكتور حسين. مرحبا بك تفضل. بغيت غير واحد النصيحة من الدكتور الله يرحم ليه الوالدين. أنا أستاذ تعرضت واحد الحديثة اللي هي شوية فقدت البصر ما بقيتش نتحرك بزاف وخفت من السمنة وخفت من السكر. واش الإنسان إلا تاكل الماكلة بالانتظام ما يخافش من السكر أستاذ حسين؟ مرحبا. وكاين واحد المشكلة أخرى هي القضية ديال الحموضة. الحموضة عندي بزاف في المعدة متنعشاق ناكل داكشي اللي ما تنحاش على دار بحال شي حاجه اللي حامضه ولكن ما تنقدرش كتحس بالغوف لي بدك استرجاع والحموضه ياك. استرجاع ديال الحموضه تتعقني ديك الحموضه تتكون عندي بعض المرات جميله تتردد تنرد داك المرار المرار حام. واه واه واحد القضيه دكتور مثلا عاوتاني هادي كيمسيك مثلا كاع كامل هادشي ديال مثلا العدس القطنيات كاع كامله الى كليت منهم شي حاجه غير غير اون فوا طيح في الكرش ديالي واحد ساعه ولا بحال ما كتسمع بالانتفاخ وتتولى بعض المرات في الليل تتوقع عندي التخمر. نعم واخا واخا واضح السؤال ديالك. شكرا تنميرت بريك وجان. شكرا لك. غنجاوبوا سريعا صراحه لان الوقت دركنا واكيد عندنا فقرات اخرى ايضا. اش غنقولوا لمنى بالنسبه على الصهده؟ الصهده مساله عاديه وخاصه في الوقيته اللي كتكون النساء في هذه الحاله هذه عوض ما يكون داك الباب الخامس كيبقى يخدم كتولي كيتسد داك الباب وكتولي امور اخرى. فلهنا اللي مطلوب هو انه تاخذ الاملاح المعدنيه العصير ديال الخضروات مهم جدا وكذلك تاخذ راه كاين واحد الوصفه كيديروها الناس ديال الشمال بالحريقه بحال البقوله بالحريقه فهي مفيده جدا الناس اللي عندهم دوك لي بوفيه شالور. وكاين جينكو بيلوبال ويل دو فودموغي ولا لوفيغ دو بير كتنفع الناس مفيدة. كذلك لهذا الامر هذا. نجاوب على محمد كذلك من ازيلا اللي تكلم على الاكل المنتظم وهو ما كيعملش حركه واش ما يخافش من السكر ما يخافش من هذه الامور؟ هو السكر ما نخافش منه الا بعت ما بين الوجبه والوجبه وهاد الناس هادو ياخذوا جوج وجبات في النهار وجبه ديال 12 وجبه ديال 8 ديال الليل ويكون فيها العصير الاخضر اللي كيكون فيه يكون فيه القزبر القزبر والمعدنوس والكرافس والخيار وكذلك التفاح يدير هذا فكيكون غني بالاملاح المعدنيه اللي كتخلي ديك الحموضه تنقص شي شويه ياخذ معلقه كبيره ديال الخل ديال التفاح في كاس ديال الماء قبل كل وجبه بنص ساعه. دونك جاوبتي لي على السؤال كامل حتى بالنسبه ديال الحموضه. حتى الحموضه. دونك شفنا معك وصفه اللي نقدروا ناخذوها، شفنا طريقه الاستهلاك ديال اللوبيا اننا كتفضلها انها تكون مسلوقه باش ما تمشيش الماده ديالها واحسن من مفوره وعلاش الوصفه اللي عطيتينا. شكرا بزاف. مرحبا ان شاء الله الاسبوع المجيء اكيد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات.